حياكم الله. أطلقت صاحبة السمو الملكية الأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر الرئيسة الفخرية لجمعية مرضى الفصام، عضو جمعية مرضى السكري للأطفال والداعمة لجمعية الأطفال المعوقين. أطلقت حملة اجتماعية للتوعية من مخاطر الولادة المبكرة. حملت هذه الحملة شعار ماما احميني، وتهدف إلى تقليل نسبة الولادات المبكرة ورفع مستوى وعي الأمهات والمجتمع بمشكلات ومخاطر الولادة المبكرة ومساعدة الأمهات في تحسين نمط حياتهن وممارسة الرياضة بشكل يومي والسعي إلى إنقاذ حياة الأطفال الخدج ناقصي النمو نتيجة الولادة المبكرة. وأكدت الأميرة سارة بنت سلطان بن ناصر على أهمية المبادرات المجتمعية والحملات التوعوية والتثقيفية لخدمة المجتمع من أجل تحقيق التنمية المستدامة في شتى المجالات بالمملكة، مشيرة إلى أن دعم كل أفراد وفئات المجتمع ومساندتهم وتشجيعهم ونشر الوعي بين صفوفهم يسهم في تحقيق ما فيه الخير للمواطن والوطن.